قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم خوتي، معكم خوكم شرف الدين. والله يا خوتي راني مقلق بزاف لاني شفت واحد الفيديو هو اللي قلقني بزاف، ولكن دوكم بردلكم قلبي في هذا الخانز الخائن الحركي، سموه كيما حبيتو، ولكم كامل حرية التعبير في التعليقات، كل واحد يهبط ويخلي التعليق المناسب في المكان المناسب، وما تنساوش اللايكات خليوا الفيديو يوصل الكامل الجزائريين باش حتى هما يردوا على هذا الحركي. يا خوتي دائما أردد وأقول أولاد فرنسا أبناء فرنسا، الدولة الفرنسية عندها أولادها وكذا وكذا. المهم بزاف ناس يعني ما فهمتش المعنى المقصود من ولاد فرنسا، ما فهمتش هذا الانسان اللي قدس فرنسا كيفاش راهو جاي، يعني في الفصادة تاع وجهه ولا كيفاش راهو مخدوم تخمام تاعو وبزاف امورات اخرى. يعني شوف فرنسا هي احسن بلد في العالم، هذو هما ولاد فرنسا. في هذا الفيديو راح تشوفوا عينة صغيرة بزاف بزاف من احد ولاد فرنسا الذي ما عجبوش الحال يا خاوتي، كل الجزائريين اللي ساكنين في الجزائر وحتى المغتربين اللي ساكنين ثماك في فرنسا ضحكوا يا خاوتي على الدولة الفرنسية بسبب طوابير طويلة على محطات الوقود، وبسبب تسقيف يعني داروا لهم 30 لتر برك يا خاوتي اللي يقدر يديها كل مواطن ما على باليش اسبوعيا ولا يوميا. اما لنشوفوا الفيديو ونردوا عليه يا خاوتي، نبهدلوه كما يجب. أكون فرحان هنا ما كاش ليسونس في فرنسا، فرنسا ما فيهاش ليسونس والناس تدير لا شامبو با ايسونس، وفرنسا راح تولي كيما لافريك، وانتوما في الجزائر كاين ليسونس وهنا ما كاش ليسونس. يا وسمك نعطيك معلومه صحيحه ديرها في راسك، حاجه الاولى هذه وسمها فرنسا، خلينا مع دوا. راكم تشوفوا يا خوتي كيف يتم تمجيد فرنسا من قبل ابنائها، قال لك الحاجه الاولى هذه اسمها فرنسا. يا ودي يا بوبال، اي مرحاض اوروبا، ماشي انا اللي قلتها وانما الاوروبيين بعد قالوها. طوالات يا جدك، هيك ساكن في طوالات وجاي تزوخ علينا. ومانيش عارف هذاك تاريخ، وعندنا قرة معاهم ومانيش عارف، هذيك تبقى للتاريخ. لكن نعطيكم حاجه، هذه ماشي الجزائر اللي ما كاين والو، ما كاش زيت، ما كاش حليب، ما كاش الماء، ما كاش تريسيتي، ما كاش اداره، ما كاش مسجد، ما كاش دواء، ما كاش سبيطار، ما كاش. هنا ليسونس ماشي ما كاش. نعطيكم معلومه باللي لي رافينري اللي يخدموا ليسونس، حاجه الاولى لي رافينري ولا الخدامين اللي يخدموا في لوزينات اللي يحولوا من البترول ليسونس والمازوت، راهم دايرين غراف عندهم مطالب، هم حابين يتحققوا المطالب تاعهم. كاسكي زون في اون غراف اي سي تو تافي نورمال. هذه هي الانسان ولا دوله متقدمه ولا الشعب كيكون حضاري يدير هكا، حبسوا خدمه كلكو جور. راكم تشوفوا يا خاوتي يعني الحضاره عند هذا الخانز هذا الفايح اللي سموه كيما حبيتو هي انه دير غراف وتخلي الشعب تاعك يعني ميت، الشعب تاعك ما عنده قطره تاع وقود، ما كانش طوموبيلات ما يمشيوش، ويقول لك الانسانيه والحضاره وحقوق الانسان وكيفاش لومبيلونس. سبحان الله هذاك النهار نشوف في فيديو بعينيه ما لقاتش مازوت وجاي تتكلم وزعما ونورمال. شوف نقول لك حاجه يا الخانز، الجزائر المشاكل اللي صارت فيها هنا بسبه الناس اللي كيفك انت، بسبه الناس الخانزه اللي كيفك انت واللي تخمامهم كيفك، والحمد لله اللي تهنات منك الجزائر. الناس اللي كيما هكذا ما نسحقوهمش في بلادنا، احنا نبنيو بلادنا بالشباب اللي كاين هنا في الجزائر وحدنا، وما عندك ما دخلك يا اخي خانز فايح. ما لو سرى ليسونس والمازوت اللي كان كاين في ستوك اللي فراوه البومبات، والناس هنا كيسمعوا باللي كاينه بيونيري تاع ليسونس وما كاش ليسونس، راح يقطعوا ليسونس وراح يديروا قرف. الناس خافت، راح لي مول في دير 20 30 يورو تاع ليسونس، راحوا كاع الناس دارت البلان. الوغ سي نورمال ليسونس اللي كان في ستوك راه ما كانش، دير في بالك باللي دوك سمانه زوج تعاود تولي المياه الى ما جاريها، كيما فراو البروبليم تاع الزيت 15 يوم ولا 3 سمانات كانت هكا مشكل تاع الزيت وعاودوا فراوها. شفتوا خاوتي، شفتوا التناقض تاع هذا الخانز يا خاوتي، هذا هو تفكير ولاد الحركه، هذا هو تفكير ابناء فرنسا. هو يقول لك انه المشكل تاع الزيت كي صرا في فرنسا امر عادي وامر حضاري ونورمال، نورمال كيما قالها هو توتافي نورمال،
بالصح يا خاوتي، كي يصرى مشكل في الجزائر تاع الزيت ولا والمشاكل تاع الزيت ما طولتش بزاف ويتحلت، ماهوش نورمال يعني، مشكل ماهوش نورمال وانتوما متخلفين وكذا. هذا هو التخمام تاع اولاد الحركه، اما لا ردوا عليه في التعليقات ولي لايك تاعكم، خليوا الفيديو يوصل لكامل الناس. مالا خوتي لا زاز، خمم على امرك وخمم على روحك، انت لك عايش في الجزائر باش تحوس على الليسونس اللي ما كاش في فرنسا، وراكم تكذبوا على الناس وتصبروا في الناس زعما كي شغل رانا عايشين كيما نتوما زعما فرنسا ما كاش منها يكذب عليك. خوتي لا زاز، فرنسا راهي خير من الجزائر، والناس اللي حابه تجي تعيش هنا في فرنسا واحد ما يخلعك يا خاوتي. يا خاوتي نقطة برك حبيت نتكلم عليها، احترامنا لكامل الناس اللي عايشين في الغربة، ولكن ردوا عليه انتوما، انا حبيتكم انتوما اللي تردوا عليه. تسمحنا ما نشوفوش بعينينا وش راهو صاري، ما نشوفوش بعينينا بلي المغتربين اللي يجيوا للجزائر يسترزقوا من الجزائر ومن بعد يروحوا لخيرانصة، الدخان يديوه من الجزائر، دخان يا جدك يديوه من الجزائر يا خاوتي، ويعودوا له البيع ليه في فرنسا. كاين ناس تعاودت البيع بالدخان في فرنسا ومن بعد يجيك هنا يسب لك البلاد ويدير فيديو ويقول له فرنسا خير منكم وكذا. يا امشي 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 يا اخي شكام، يا اخي حياتكم كامل جبتوها للشكيم لامثالكم انتوما يا ولاد فرنسا. واحد ما يقول لك باللي ما كاش خدمه، وواحد ما يقول لك باللي مستحيل. اخويا تكل على ربي ياك، وك حاب تحسن المستوى تاعك المعيشي، وك حاب تريح في راسك، وراك حاب تجي، ما حد ما يحبسك خويا العزيز، ما تسمعوا حتى لواحد. خويا ما تسمعش لهذا الخانز هذا، اذا راكم حابين تحسنوا المستوى المعيشي تاع بلادكم يا الجزائريين، ما عليكم غير تديروا اليد في اليد يا الجزائريين، وبربي ان شاء الله بلادنا تتسقم وبلادنا تولي المخيره. المخيره زكاره في هذو الناس ولاد فرنسا اللي ما يحشموش ويخرجوا نورمال ويدير فيديو بشكل عادي جدا يا خاوتي امام الجميع، يقول لهم والله ياكم تشوفوا راكم تضحكوا على فرنسا، فرنسا خير منا وفرنسا كذا. وش من فرنسا اي مرحاض، راني نقولها لكم زيد نعاودها لك، اي طوالات حاشاك، اي طوالات حاجاك، مزبله مزبله تاع اوروبا راهي في فرنسا. وش بيك وش بيك جاي مخلوع وحالتك حاله، وش بيك جاي مخلوع؟ والله كنت نورمال يا خاوتي، كنت في القسطو تاعي ما كنتش خلاص راح ندير الفيديو هذا، حتى جاني في الطريق لقيت هذا الخانز، اما لا قلت كيفاش كيفاش يخرج ويسب الجزائر، وعلى بالكم باللي ميديا دي زاد مخدومه سبيسيال للناس اللي تسب الجزائر، للناس اللي تجي زعما تطيح في الجزائر ولا تحب تخلي الجزائر تبان قزامه. والمشكل يا خاوتي انه توقيت هذا الفيديو اللي دارو السيد دارو غلط، يعني حمار ما يخممش مام با براسو، ما على بالوش باللي في الوقت هذا خيرانصا راهي انبطحت الى الجزائر، راهي تطلب العفو من الجزائر بكل الوسائل من اجل واش شويه غاز. اذا تكلمنا على المازوت ما عليناش خويا، او عندك المازوت حبيت هكذا، او عندك اسيدي المازوت بصح الغاز عندك؟ ها قولهم قولهم باللي تخلص يعني 500 اورو ولا اكثر تاع غاز، قولهم باللي راهي جايه ازمه ستعصف بكم في اوروبا. علاش تحبوا تغطيوا الشمس بالغربال؟ علاش تحبوا تقولوا لاولادنا اللي راهم هنا عايشين في الجزائر بانه في خيرانصا معيشه فور وطوب وكذا وكذا؟ او على بالنا وش كاين؟ صدقوني يا خاوتي صدقوني، الحاجه اللي راهي متميزه بها اوروبا والعالم الغربي هو التحلل الاخلاقي. التحلل الاخلاقي مداير وش نقول لكم، مداير رايو ثم، يعني اللي يحب هذه الحريه وكذا ومنا يروح ثم، هذه هي الحكايه فقط. افر المستوى المعيشي ما تجيش تقول لي وتخرط عليا وانت عايش كيفك كيما الجزائري، كون جيت عايش في قطر ولا كاش بلاد واحدة اخرى اللي على بالنا احنا كجزائريين كامل باللي السكان تاعها ما يعانيوش، باللي القطري ما يخدمش وعنده الدراهم وعنده اللامبرغيني وعنده الفيراري، معليش نكونوا معاك، ولكن جبت لنا مرحاض اوروبا جاي تدافع عليه وجاي تزوخ عليه وتقول للجزائريين من فوق هذا علاش تضحكوا على فرنسا وتقولهم عسوا رواحكم؟ الجزائريين ما ضحكوش على خيرانصا، وانما تكلموا بالحقائق بانو انتوما لامثالكم كنتو دايما تفتخروا بهذه الدولة الخانزة، لكن كي جات الازمة تاع الوقود سكتوا كامل، غلقتوا فمكم كامل وعرفتوا باللي خيرانصا ما كاين والو، كي جات الازمة تاع الغاز وشفتوا الخانز ماكرون يجي للجزائر سكتوا كامل ما بانش حسكم،
ما بانش حسكم وقلتوا باللي فرنسا يحبت برك دير علاقات اقتصادية مع الجزائر، تغطيوها. على بالي راكم تعاني، وعلى بالي باللي قلوبكم كحولة اللي راكم تشوفوا في الجزائر يعني تتقدم، وراكم تشوفوا في الجزائر دات كما نقولوا مناطق عليا يا خاوتي، حب من حب وكره من كره. الجزائر قوة في المنطقة، الجزائر قوة في شمال إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط، والمخير يقدم هكذا. على بالي انت مريض بينا، انت مريض انك تشوف الجزائري عايش غاية، ما تحبوش تشوفوا الجزائري عايش مليح. يخي خانز يخي خاوتي، تهلاو فيه في التعليقات، والله تهلاو فيه في التعليقات مليح. دوزيولو وهذا الحركة والله عقابهم بالواحد واحد. هيا تهلاو خاوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.